في ظلال السيرة لن تتزوجي محمدا. خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش، لا أصنام لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فاتن أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ، لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب، أعدت أقداح الخمر لوالدها. فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور. وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة، فلما جاءت قال: ما شأني هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري،